مرحبا، أنا ميتين يسار، دكتور وعضو هيئة تدريس في برنامج البرمجة الإذاعية والتلفزيونية في جامعة نيشان تاشر. لقد جعلنا العصر الرقمي الذي نحن فيه جميعا منتجي محتوى. بالطبع هذا يعني أن المنافسة التي ستدخلها لجعل مهاراتك في المستوى المرغوب فيه بحسب المعايير المؤسسية تشتد أيضا. تم إنشاء برنامجنا قبل 8 سنوات، وذلك بهدف إنشاء البنية التحتية التي تحتاجها لدخول غمار هذه المنافسة. أهم أهداف برنامجنا هي تطوير إبداعك على مستوى يمكن أن يبرز في الظروف التنافسية المطلوبة، وتمكينك من استخدام مهاراتك داخل شبكة العلاقات القطاعية. يمكن للطلاب الذين سيتخرجون من برنامجنا العثور على وظائف في العديد من فروع القطاع من خلال التخرج بمستوى يمكنهم بسهولة القيام بواجباتهم كمصور أو محرر أو مدير أو مؤلف أو كاتب نص، وذلك بمهارات متعددة الاتجاهات. كما يمكنهم العمل في قطاع الصحافة وصحافة الإنترنت وشركات إنتاج الأفلام. إن دراستكم لهذا البرنامج في جامعة نيشان تاشي يعني أنك ستدرك رؤيتنا التعليمية 5.0 في جامعتنا، والتي تجمع نظاما تعليميا يسعى إلى اكتساب الطلبة ليس فقط شهادة، ولكن أيضا كفاءة مهنية ومهارات إتقان التعلم والتفكير وخلق الأفكار، ويحتوي منهجا دراسيا يتم فيه مزج النظرية بالممارسة مع الخبرة القطاعية والمعرفة النظرية، حيث سينقل أعضاء هيئة التدريس لدينا إليك تجاربهم العملية وتحصيلهم النظري، إلى جانب تقديم مناهج وشهادات التعليم الدولي المشترك. يعطى الطلاب فرص منح دراسية دون انقطاع، ودرس في التطبيقات المهنية في العمل، وفرصة الدراسة في برنامج القسم المزود وبرنامج القسم الثانوي، وفرصة للتعليم والتدريب الدولي. بالإضافة إلى ذلك يتم جمع مراكز المحاكاة والمختبرات وورش العمل التطبيقية التي تم إعدادها بأحدث التقنيات في مكتب نيشنوفا لريادة الأعمال، حيث يتم تزويد الطلاب بالموارد اللازمة لتطوير الأفكار التي يمكن أن تتحول إلى أعمال. مؤسسة العمل التركية ستخص طلابنا فقط بتقديم خدمات لهم داخل الجامعات، كما ويحظى الطلبة بفرصة الدراسة التحضيرية للغة الإنجليزية في معاهد لندن ودبلن، كما توجد حياة جامعية مناسبة للفنون والرياضة في حرم جامعة نيشان تاشي، حرم نيوتيكا الجامعي. إذا كنت على استعداد لتطوير الأفكار الإبداعية لديك والتعبير عن الأفكار باستخدام التقنيات المرئية والصوتية واستخدامها كجزء من فريق، يمكنك اختيار برنامجنا. ننتظر جميع الطلاب المرشحين الذين يرغبون في الدراسة في برنامج البرمجة الإذاعية والتلفزيونية لجامعة نيشان تاشي.